اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا. الناس اللي بتقول انهم مستحيل يستعملوا الصاروخ، والناس اللي خايفة من الصاروخ عندهم حق طبعا، بس ده ما يمنعش ولا يقلل من أهمية الصاروخ، عشان كده هنتكلم النهارده عن 10 أسرار للصاروخ، هنتعلم الأساسيات وإزاي نتعامل معاه ونشتغل بيه وإزاي نحمي نفسنا منه ونخليه أليف. ده الصاروخ بتاعي بوش جي دبليو اس 715، عشرة عمر بصراحة مع الصاروخ ده. بس قبل ما نمسك الصاروخ لازم نتاكد من انك تعمل ايه؟ شيل الفيشه قبل. ايوه اهم حاجه نشيل الفيشه ويلا نبدا بسم الله. اول حاجه معانا الحمايه، ادوات الحمايه كتير الصراحه، هنرتبهم حسب الاهميه. حامي الوجه بالكامل، نظارات الحمايه، واقي الاذن، الكمامه، الجوانتي، الجزمه، السيفتي. انا كان عندي فيس شيلد انما صديق ليا استلفه ولسه ما رجعوش. خد بالك يا هيثم؟ يا هيثم؟ ماشي كمان اوعى تلبس هدوم واسعه او اكمام طويله وواسعه او الهدوم تكون من ماده سريعه الاشتعال زي البوليستر وتشتغل في مكان ما فيهوش قماش من اللي عليه جاز مسحين بيه قطعه حديد او او كحول من اللي بنطهر بيه اليومين دول او طبعا انابيب لحام او حتى علب سبراي رش الالوان تاني حاجه اشتري الصاروخ اللي معاه ايد حتى لو كان حجمه صغير هتتحكم اكتر بالذات في الجلخ والصنفرة والتنعيم وكمان في حالة القص هيقلل من امكانية ان الصاروخ يجري منك وتقدر تتحكم فيه اكتر ثالث حاجة اغلى ما في الصاروخ هو الفك والربط الخاص بالقرص طريقة الفك للقرص تقريبا واحدة في كل الانواع بس قبل ما تفك او تربط خلي دايما الصوت ده دا في بالك يا ابني شيل الفيشه حاضر والله العظيم يا حبيبي شيل الفيشه <applause> حاضر والله العظيم ثلاثة يا ابني شيل الفيشه خلاص بقى تبدأ أول حاجة تضغط على الزرار اللي بيقفل دوران التروس وتبدأ تلف القرص لحد ما يتربس معاك ويقف، بعد كده بتركب المفتاح الفك في مكانه وتبدأ تفك وبرضه تركيب القرص بيكون بنفس الطريقة. في ناس بقى بتفك بالطريقة البلدي، إنه يمسك القرص والصامولة ويلفهم كلهم، يبقى حركات ملهاش لازمة وخطر وبمناسبة القرص مهم جدا 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 تشتغل بالقرص المناسب للحاجة اللي أنت عايز تعمل فيها شغل. لو حديد تستعمل قرص حديد ألمونيوم تشتغل بقرص ألمونيوم خشب يبقى قرص صاروخ مخصص للخشب اوعى تستعمل قرص منشار على الصاروخ اوعى احنا قدمنا حلقة عن قص الخشب بالصاروخ يبقى شوفها لو ما كنتش شفتها رابع حاجة قبل ما تشتغل تحدد انت هتشتغل ازاي زاويتك ايه والصاروخ هيشتغل ازاي عشان على الاساس ده هتحدد فين هتركب غطاء الحماية ولو هتغير الوضعية اللي انت شغال بيها لازم تغير مكان غطاء الحماية تحب اقول لك غطا الحمايه ده بيعمل ايه؟ ولا بلاش عشان في ناس بتخاف. لا لازم اقول. لو السلاح اتكسر لا قدر الله هيطير الجزء المكسور مع 11000 لفه هتبقى الحته اللي بتطير دي اقوى من ضربه رصاصه، هتبقى تقريبا قاتله، ده غير ان غطا الحمايه لو تركب صح هيقلل جدا من اندفاع الرايش ناحيتك، عارف الرايش ده بيطير بسرعه كام؟ حته حديد زي الرمل، سخنه مولعه وجايه عليك. طب ما نمنعها بسهوله بانك تركب غطا الحمايه مكانه كل مره تستعمل الصاروخ افضل وضعيه لغطاء الحمايه والاكثر استعمالا هي بالشكل ده في النص التحتاني المقابل لجسم الصاروخ نفسه خامس حاجه لما تيجي تقص اي حاجه ما تسندش الطرفين بتوعها يعني ما تحطهاش بين بنكين مثلا تحطها على طرف البنك وتمسكها كويس بقمط وتخلي الطرف الثاني الحر اللي فيه الجزء اللي هيتقص وخليني اشرح لكم بسرعه النقطه دي نفترض ان انا عايز اقص الماسوره دي بالصاروخ لو اتحطت بين حاجتين اثناء القص القرص بيضغط على الماسوره لتحت فقبل ما يكمل القطع هتتني الماسوره بالشكل ده وهتضغط اجناب الماسوره على قرص القص واحتمال كبير يتكسر او المطور يتحرق عشان كده بنبه على موضوع الامان من الكيك باك اللي موجود في بعض ماركات الصواريخ لازم تتاكد ان الصاروخ بتاعك فيه الخاصيه دي وبرده ما تقصش اي حاجه بانك تسندها بين الطرفين بص هو طالما وصلت لسادس نقطة يبقى ما تنساش تشترك في القناة لو كنت مش مشترك وكل بقى اللي هيجيب الفيديو ده ما تنساش اللايك والشير وهستنى تعليقك بمنتهى السعادة سادس حاجه شغل الصاروخ وخليه ياخد سرعته كامله قبل ما تبدا تشتغل بيه مش تشغله وتروح قصص على طول لازم يوصل لاعلى صوت واقوى لف وابدا اشتغل بيه ودايما ما تخصبش عليه في الاكل سيبه ياكل براحته سابع حاجه لازم نبقى عارفين ان الصاروخ بيلف مع عقارب الساعه عشان كده لما هاجي انعم حاجه مفروض الرايش يطلع لليمين طب لو حاجه اوص حاجه ايوه هنا بقى ممكن يختلف اتجاه خروج الرايش لو حطيت طرف قرص القص على الجزء اللي عايز اقصه الرايش هينزل لتحت لو حطيت الجزء ده من القرص النص التحتاني الرايش هيجي عليا عشان كده باكد على ضروره مكان غطا الحمايه وكمان وقفتك تكون بعيده عن اتجاه خروج الرايش واظن ان كل الانواع من الصواريخ بيكون فيها سهم مرسوم هنا بيقول لك الدوران هيكون ازاي عشان تبقى شغال وانت متاكد تامن حاجه كل او اغلب الصواريخ بيكون فيها الرجلين دي هي مش رجلين هي رجلين عشان يقعد عليها الصاروخ الوضعية دي هي أفضل وأأمن وضعية لحط الصاروخ على البنك بتاعك أي وضعية تانية إما فيها خطورة أو بتعرض القرص للتلف اسمع الكلام وقعد الصاروخ على رجليه تاسع حاجة لازم تتأكد إن السرعة اللي مكتوبة على القرص مناسبة للسرعة المكتوبة على الصاروخ بتاعك لو كان الصاروخ مثلا بيلف 11000 لفة وركبت قرص بيتحمل 10000 لفة بس هيتكسر يمكن قبل حتى ما تبدأ تشتغل بيه فلازم القرص يكون بيستحمل 11000 لفه على الاقل. عاشر حاجه لو القرص اللي انت شغال بيه اتكسر منه حته صغيره كده اهو او اتشرخ شرخ بسيط تفكه وتركنه؟ لا طبعا تفكه وتكسره ممكن حد في الورشه او انت شخصيا تنسى وترجع تركبه تاني. القرص المشروخ او المكسور منه تنتوفه خطر جدا فوق الجدا. الصاروخ زي منشار القرص المرعب. الاثنين مهمين جدا بس فيهم خطوره فانت اول حاجه تسمي الله ثم تلتزم بوسائل الحمايه والامان في كل مره تشتغل بيها وما تكسلش وربنا يحميكم جميعا ارجو ان حلقه النهارده تكون عجبتكم واستفدتم منها احنا متعودين ما من نطلبش منكم الاشتراك في القناه الا لو الفيديو عجبكم وكالعاده مش هوصيكم على لايك وشير وان شاء الله نتقابل على خير سلام عليكم اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه مع بعضينا الناس اللي بتقول انهم مستحيل يستعملوا الصاروخ والناس اللي <applause> ده غير ان غطى الحمايه لو تركب صح هيقلل جدا من اندفاع اندفاع ماشي هي مش رجلين هي رجلين عشان يقعد عليها ما قلت لك ما تضحكش بكره مره بالله تجيب טפו שרלטנית, טפו שרלטניה שמירה.